السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخواني. الدرس الثالث عن المعالج، يعني نريد نعمله اختصار يعني شوية شوية. مشان الدرس الماضي طبعا شرحنا على هالمقاومات الكبيرة يعني وشو نعمل المعالج نفسه. شوفوا في هذا الحساس، هذا اللي تحت الترانزستور وين بيروح؟ كمان بيروح على الاي سي. وين الاجر الاي سي؟ شوفوا هاي هالاجر، هاي التسعة بيجي لون هذا. طلع شوف انا اشرت انه يذهب الى الحساس، هذا بيقيس تيار هذا بيقيس حرارة الترانزستور. شوفوا حرارة الترانزستور هذا الحساس كواني هاي تحته. اي خلل او بالحرارة او بالترانزستور حرارة زيادة عن اللزوم، المعالج خيو ما يقبل، مباشرة بيعطيك انذار. وبايش يطلع معنا بقى هذا حرارة الترانزستور؟ طبعا بيطلع معنا اي 2 واي 4. انا مسجلهم طبعا هلا، هذا مو كتير واضح بس البي دي اف كتير واضح، يعني اي 4 واي 2 واي 6 راسا مباشرة تجي على الحساس. حساس مو انه والله بس تشوف الحساس وتفحصه، لا، مساره مساره كمان هذا لهذا الحساس، ومساره من هون للاي سي لا ليصل لهون. هذا الخط هذا كله اهتمام صدي او مقطع او كذا، يعني تتفحص. او الحامات، تنتبهوا اخواني على اللحامات كتير. بيجي هلا الخط العاشر، شوفوا الاجر العاشرة، شوفوا ايش عم يجي. حرارة السطح عم يجي وين؟ على ايش؟ جك الحساس. حساس ايش؟ حساس تبع قرص المشبك، مو في حساس بالمنتصف، هذا هو هذا جك تبعه يعني، والحساس يكون هون عادة. هذا اخواني هذا بيقيس حرارة السطح، حرارة زيادة عن اللزوم. بإيش يطلع معنا حرارة السطح بقى؟ هون شوف هاي حرارة السطح بيطلع معنا. شوفوا هدول كلها أنا مسجلهم اي 2 واي 4، اي 2 واي 3 واي 4 واي 5 واي 7، هدول كلها حرارة السطح. بيجي الأوامر، هذا الحساس طبعا مربوط مع الاي سي، الاي سي بيشوف اذا الحراره مو مزبوطه بيطلع لك العطل. طبعا هدول الايات كلها حسب الشركه، يعني هلا اي 7 بولارتيك والاي 3 دوزل، يعني كل واحد شركه ولا رقم معين يعني. طبعا هذا يعني انا صحيح انا كتبت لكم مثلا اي 5 سايونا واي 2 سوني، بس شلون المخطط عندكم؟ عم يطلع معكم اي 2، ايش في اي 2 هون بالمخطط؟ تفحص اي 2 عم يطلع هون حساس كمان تبع الترانزستور هون، ولو انه الشركه الثانيه عم تطلع غير شيء، بس انتم تتاكدوا يعني هل الكودات عندكم بيساعدكم على التسطيح مشان ما تحتاروا. يعني اهم شيء تاكدوا من الحامات، لا تنسوا الحامات. هلا هاد كمان مثل ما قلت لكم يقرا حراره سطح التسخين الملف، يعني الحرارة تبعها إذا زيادة أكثر من هاي. طبعا هذا ملف التسخين يكون بعلمكم يصل ل 150 درجة مئوية حرارته هاي الأقصى، يعني يتحمل، يعني هذا العازل تبعه بيتحمل. إذا قلنا المعالج هلا عم يقرأ معنا حرارة السطح وعم يقرأ معنا حرارة الترانزستور، شوف المعالج المخ شلون عم. وطبعا المعالج هو اللي عم يعطي تنبيهات الزمور، طبعا أي عطل بيعطيك الزمور كمان، شوفوا هاي كمان لا تنسوها. في هدول المقاومات الهون اللي موصولين تقريبا مع الديودين، هدول اللي عم يتحدوا وبيصير موجب وبيجي على الفايبر وهدول والملف الشوبر. هالمقاومات كمان الكبيرة طلع شوفوا مقاومتين 330 330 على التسلسل، وبعدين يجي على 100 كيلو وبعدين بيجي على اي سي. هذا كمان ايش بيفحص؟ بيفحص جهد الشبكة. شو هذا الجهد الشبكة؟ يكون بالك من جهد الشبكة بقى ايش عم يقول لك؟ انه في يا ضعف يا على المهم بيطلع لك رموز جهد الشبكة، بيطلع لك رموز يا اي 3 يا اي، يعني هون اذا منخفض مثلا اي 4 اي 1 انا مسجل لكم كل شيء، واي 0 كل واحدة شركتها. واذا اكبر اذا هذا منخفض جهد الشبكة، اما جهد الشبكة اكبر
بيطلع معك اي 3 اي 1 اي 2. انا مسجله بالتسلسل وهاي مشان تعرفوا انه هدول المقاومات. هذا بيقول لك جهد، يعني احتمال هلا هاي مقاومه منهاره بيعطيك ضعف، بيعطيك جهد شبكي. بتفحصها، بتفحص مسارها لوين، للديودات ل طالع لل 220 فولت. هذا بتفحص مسار، هذا جهد الشبكي. معناته هذا الاي سي تبعنا، هذا صاحبنا بيقيس، شوف جهد الشبكه، بيقيس حراره الترانزستور، بيقيس حراره السطح. هذا طولنا الفيديو، بس خلي يكون الاخير، وخلي افضل يكون، والله يفضل انه، لانه لسه في كثير شغلات اريد اشرحها مشان معي. هلا هون خلصنا من هالجزء، هذا يعتبر الجزء الثالث. انا مشان ما تعشقوا ومشان ما يصير لبك، يعني خلي تستفادوا افضل يعني. وباذن الله الجزء الرابع تنكمله وان شاء الله تيسير من الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.